الحقيقة تبان. مساء الخير على كل مشاهدينا، وأهلا بحضراتكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في النور ليوم الخميس 20 سبتمبر 2018. قبل ما أقول لحضراتكم هنتكلم في إيه النهاردة، هقول لحضراتكم الخبر اللي ألمني كثيرا بالأمس، حيث رحل عن دنيانا الفارس الفنان الرائع جميل راتب. هذا الفنان اللي رفع اسم مصر في العالم كله، وشارك في لورنس العرب وأكثر من عمل في السينما الأمريكية العالمية والمسرح الفرنسي، وكان له شهرة كبيرة جدا قبل أن يعود إلى مصر ويقرر أن يستقر فيها ويمارس نشاطه كفنان مثقف وعالمي. والحقيقة أنه يعني خلوني أقول لحضراتكم أنه الذي لم تروه عن جميل راتب ربما أقوى من الذي رأيتمه. يعني مثلا على سبيل المثال، محمد صبحي أخرج مسرحية في مطلع هذا القرن عن زيارة السيدة العجوز لفريدريش دورين مات، المسرحية الشهيرة اللي بتتحدث عن السيدة التي طردت من القرية وعادت غنية لتنتقم، وتقدمت بعد كده في أعمال كتير في أفلام سينما ومسرحيات أخرى زي الزيارة لشويكار ومحمود ياسين. وكانت هذه المسرحية كانت على مسرح الأوبرا، دار الأوبرا، خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وقدمت بتمويل من منظمة سويسرية تمول الثقافة والأداب، لأنه فريدريش دورين مات سويسري الأصل، وقدمت لمدة 3 أيام، وكان المسرح أرش كومبلي، وقدمت بوسط يعني تصفيق مجنون من الجماهير، وكان بطلة هذه المسرحية الراحلة العظيمة سناء جميل. وكان في تناغم عجيب في أداء سناء جميل وجميل راتب في هذا السن الكبير بعد أن تقدمت بهم الأيام، ولكن كيف كان يمتلك كل منهما ناصية خشبة المسرح أداء وحركة وصوتا وإيماء. الحقيقة أنه جميل راتب كان فنان عظيم، وأنا هقول لحضراتكم بعض النقط اللي تخص حياته. هو رحل عن عمر حوالي 92 سنة، وهنا ده تكريمه في مهرجان السينما الأفريقية بالأقصر سنة 2017، وأيضا كان في تكريم سنة 2005 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وحرصت القنوات المصرية وغير المصرية بالأمس على إذاعة أعمال لجميل راتب، كان بيذاع فيلم البداية، وكانت بتذاع أحاديث خاصة من هذا المهرجان اللي بأحدثكم عنه. جميل راتب ولد في القاهرة، أبوه مصري وأمه مصرية من الصعيد، وهي قريبة للناشطة المصرية الكبيرة هدى شعراوي، وليس كما يشاع أن هو من أم فرنسية. أنهى دراسة التوجيهية في مصر، كان عمره 19 سنة، ودخل مدرسة الحقوق الفرنسية، وكان بعد سنة أولى سافر باريس عشان يكمل دراسته، كان أهله عايزين أنه يطلع بيشتغل في السياسة، فسفروه باريس علشان يكمل دراسة الاقتصاد السياسي، وراح الجامعة يوم واحد بس. ولما عرف أهله أنه هو بيروح معهد التمثيل في فرنسا، قطعوا عنه المادة اللي كانوا بيبعتوها له، الفلوس اللي كانوا بيبعتوها له عشان يعيش بيها، وقطعوا علاقتهم بي للأسف تماما، غير عارفين أنه سيصير مفخرة لمصر كلها في العالم مش بس لأسرته. في بداية الأربعينيات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل في المدارس المصرية والأجنبية في مصر، وبدأ دوره في الصعود إلى الهوية، يعني يحول مساره إلى نقطة فارقة. طبعا فاكرين الصعود للهوية، الفيلم اللي كان بيتحدث عن الجاسوسة المصرية اللي كانت بتتجسس لصالح إسرائيل، كان الفيلم بطولة محمود ياسين ومديحة كامل في أول بطولة ليها، وإيمان أو ليز ساركسيان الممثلة اللبنانية المشهورة، وجميل راتب كمحرك يعني كنائب عن جهاز المخابرات الإسرائيلية، هو اللي كان بيحرك الأحداث كلها. وبعد كده بدأ انطلاقه في أول فيلم مصري شارك في بطولته سنة 46، كان اسمه أنا الشرق، ده طبعا قبل كده. أندري جيد شافه في أوديب ملكا ونصحه بدراسة المسرح في باريس،
وهو قبل النصيحه. رجع سنه 74 القاهره لاسباب اسريه ايضا، وشارك مع محمد صبحي في كل اجزاء مسلسلات قبل بقى، من اول سنبل وسنبل بعد المليون وونيس وكل الاعمال اللي قدمها محمد صبحي. كان صبحي ربنا يديله الصحه يعشق الممثل الجيد والانسان المحترم، وجميل راتب كان يجمع هاتين الصفتين، وكان برنس فعلا في تعاملاته الرقيق. بعد ما رجع القاهره رشح لدور ضابط في فيلم الكرنك اللي عمله كمال الشناوي مع سعاد حسني، وكان مفترض انه يبقى احمد زكي، لكن تغير الدور لنور الشريف، ورشحه بعد كده صلاح ابو سيف في دور مهم في فيلم الكذاب لمحمود ياسين اللي كان بيفقد فيه الذاكره لو تتذكروا حضراتكم. وبعدها انهالت عليه الادوار من كل مخرجي السينما تقريبا، ونجح سينمائيا في مصر، طلبته بعد كده السينما الفرنسيه، وشارك من الافلام المصريه العديدة اللي شارك فيها، وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار بطولة. مثل 7 أفلام في السنوات العشر اللي قعد فيهم هناك، وعامل أيضا في بطولة 3 أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك، وخاض تجربة الإخراج المسرحي، وقدم مسرحيات زي الأستاذ لسعد الدين وهبة، ومسرحية زيارة السيدة العجوز اللي قلت لحضراتكم عليها واللي اشترك فيها مع محمد صبحي اللي كان بيخرجها، ومسرحية شهرزاد لتوفيق الحكيم. الحقيقة المسرحية دي أنا ما كنتش عارف إن الزملاء في الإعداد جايبين الخبر ده، لكن المسرحية دي أنا رشحت فيها لأداء دور مهم جدا، هو دور الوزير من قبل دكتورة هدى وصفي للراحل العظيم جميل راتب. وكان بسبب هذا الترشيح ليا لقاء معاه، طلب ان هو يشوفني، قعدنا مع بعض في كافيتيريا المسرح الهناجر اكتر من نص ساعة، استمتعت جدا بهذا اللقاء، وقلت له انا ما يهمنيش امثل في المسرحية، لكن انا سعيد جدا اني قابلت حضرتك، وقعدت يعني اخد من خبرتك اللي استمرت اكتر من 67 فيلم مصري، وعدد كبير من افلام السينما العالمية، وعدد كبير جدا من المسلسلات. وزي ما قلت لحضراتكم بعد رحلة طويلة جدا كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2005، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية سنة 2017. وكان ليه لقاء تاني معاه في مسلسل بس مش قادر افتكر اسمه، كان بطولة فاروق الفيشاوي وبوسي، كان مسلسل بيتكلم عن عامل كان راجع من العراق بعد فترة طويلة جدا بفلوس كتيرة، والبوليس بيقول له ان انت اثبت ان هي بتاعتك. المهم يعني انه في احد ايام تصوير المسلسل دخلت الاوضه بتاعتي فلقيت استاذ جميل، ودخلت من غير ما اخبط طبعا لان انا كنت متخيل ان مفيش حد، فقلت له انا متاسف جدا يا استاذ ان هم قالوا لي ان دي الاوضه دي ليا، فانا اسف ان انا دخلت من غير ما اخبط يعني. قال لي لا يا حبيبي انا همشي فورا. قلت له ازاي يا استاذ، حضرتك تخليك مرتاح واحنا كلنا تحت امرك، انت فنان عظيم. هكذا كان جميل راتب، وربما كل أساتذة هذا الجيل اللي علمونا الاحترام، علمونا الأخلاق، وعلمونا كيف يكون الفن في جو من النظافة الإنسانية. رحم الله العملاق الكبير جميل راتب، وعز عنه وعوض عنه بممثلين وفنانين وأساتذة ومخرجين ومثقفين كبار، كل العالم الذي أحبه وكل متابعيه واللي حيظلوا يحبوه لان اعماله لن تمحى ابدا يعني. طيب خلوني اتنقل لموضوع تاني، وهو اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس باعضاء المجلس الاعلى للشرطه. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسه قال ان الاجتماع تناول عرض تقدير الموقف الشامل للاوضاع الامنيه في مختلف انحاء الجمهوريه في ضوء المتغيرات الامنيه والسياسيه اللي بتشهدها المنطقه، وكذلك النتائج التي تحققت في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين. أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه ضربات استباقية للإرهاب والجريمة بكل أشكالها، تحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة في إطار الالتزام بالقانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الرئيس وجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة والتي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية. وجه الرئيس أيضا بأهمية استمرار التنسيق القائم
بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكل عام للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة سيناء 2018، والتي تحرز أهدافا استراتيجية وتكتيكية أدت لتقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء على الكثير منها. عندي خبر تاني عن الجالية المصرية في أمريكا، والتي تستعد لاستقبال الرئيس السيسي بالأعلام والأغاني الوطنية. لكن قبل ما أقول لحضراتكم تفاصيله، هقول لكم ان احنا النهاردة هيكون عندنا لقاء مع الأستاذ نادر جرجس الخبير السياحي للحديث في مشروع قانون جديد يطالب بالتأمين الإجباري على السائحين، وطبعا نشوف برضو أخبار السياحة وتحسنت لغاية فين. عندنا فقرة أخرى مع دكتور ياسر السيد أستاذ إدارة الموارد البشرية بجامعة اسكندرية، هنتكلم فيها عن الاستراتيجية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وده موضوع مهم وانتم عارفين قد إيه بيهم دول جنوب أوروبا أو شمال المتوسط، وكل المسؤولين اللي بيقولنا من هذه الدول، إيطاليا، اليونان، قبرص، فرنسا، يعني كتير من هذه الدول يتحدثون دائما على هذا الموضوع، و بيحاولوا دايما يتلمسوا خطى مصر، لأنها خطى بعون الله واثقة وقوية ولها تأثير كبير، حتى لو كانت الهجرة بتطلع من سواحل أخرى زي ليبيا وغيرها من الدول العربية الأخرى. أرجع للجالية المصرية اللي أتمت استعداداتها لاستقبال الرئيس السيسي خلال زيارة مرتقبة لنيويورك. عدد من أبناء الجالية المصرية قالوا أنه في كتير من المواطنين المصريين من كل الولايات ومن كندا جم نيويورك لاستقبال الرئيس السيسي، والتأكيد على دعم التحركات الدولية لاستعادة استقرار مصر ودورها الريادي، وأكدوا أن حضور هذه الجالية الكبيرة لمؤازرة الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وقد عادت بفضل الله بفضل أيضا تحركات القيادة المصرية لتؤكد للعالم أنها دولة قوية تدافع عن وجودها وهويتها ضد كافة المخططات والتدابير الهدامة التي تستهدف دول المنطقة كلها. أشاروا إلى أنهم سيحملون الأعلام ويرددون الأغاني الوطنية خلال تواجد الرئيس في نيويورك، سواء في استقبال سيادته بالمطار أو أمام مقر إقامته، وحتى إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا يذكر في هذا الصدد حاجتين، أول حاجة أن الرئيس رايح يرقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تعتبر مش زيارة لأمريكا، دي زيارة لمقر الأمم المتحدة. الفرق إيه؟ الفرق إنه مش بدعوة من رئيس أمريكا، ومش في ما فيش لقاء مباشر إلا لو كان على هامش اجتماعات الجمعية العامة، مش عارف لسه. الحاجة الثانية إنه قداسة البابا من عدة أيام كان قد نبه لحسن استقبال الرئيس، ولأن إحنا كمصريين عندنا هذا الكرم وعندنا هذا الشعور بالواجب، وإن الرئيس بيبذل جهودا كبيرة للنهوض بمصر ووضعها على خريطة الدول المتقدمة، وقد تحقق الكثير في هذا الصدد، وإن الرئيس أيضا بيبذل جهود حثيثة للتعامل مع المصريين كافة على أنهم سواسية، ولا يتحدث أبدا عن مواطن مسيحي ومواطن مسلم، بل يتحدث عن مواطن مصري. حث قداسة البابا في هذا اللقاء على استقبال الرئيس استقبالا جيدا بمحبة وبفرح، وإنه استقبال لمصر مجسدا في استقبال رئيسها. مكتبة اسكندرية نظمت مؤتمر حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعالوا نشوف التقرير بتاع القناة ونرجع مع حضرتك. في النور الحقيقة تبان. شهدت مكتبة الإسكندرية أول أمس افتتاح المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المصري ومكتبة الإسكندرية، حيث أكد دكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في كلمته أن الاتحاد البرلماني الدولي من أقدم برلمانات العالم، وأن قضية المرأة والمساواة
المساواة بين الجنسين من أهم القضايا التي تهم المجتمع، مؤكدا أن اختيار مصر لهذا المؤتمر يعد اختيارا موفقا. تعقد هذه الفعالية بالتعاون ما بين الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب المصري الشقيق، وكانت يعني الفكرة الأساسية بعد أن طرح الاتحاد البرلماني الدولي أنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يعني أبدأ استعداده لاستضافة هذه الورشة على أرض مصر الشقيقة وفي هذا المكان بالذات، لما للموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الندوة من أهمية لا وهي موضوع التنمية المستدامة والشراكة بين الشراكة الجنسوية بين الرجل والمرأة، وبحث كافة السبل التي يمكن العمل من خلالها على دراسة أبعاد التنمية المستدامة ومن ثم دراسة المزيد من الجهد الذي يبذل من أجل تمكين المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن المرأة لا تقل أهمية عن الرجل في المجتمع والمرأة تستطيع تقديم الكثير للمجتمع. مؤتمر بيتكلم عن التوازن في الحياة والوجود بين كائن واحد متمثل في شقين، المرأة والرجل. عادت الشيء إلى نصابه الإلهي وهو التوازن بين كل الأشياء، بين كل بالتعادل في كل المخلوقات ومنها المرأة والرجل. لكن إذا حضرتك قصدت بالنسبة لمصر، مصر لم يكن فيها هذا الظلم بشكل مبين، لأننا في التاريخ العميق كان لدينا أكثر من ملكة. حتشبسوت مرأة كانت ملكة، كليوباترا مرأة كانت ملكة، شجرة الدر وهكذا، دول على سبيل الحصر يعني على قمة السلطة المصرية كانت امرأة. أيضا أوروبا حتى سنة 57 كانت تعطي المرأة حق التصويت، لكن لا تعطيها حق الترشيح، يعني تصوت لكن ما ترشحش نفسها. مجلس الأمة المصري أعطى المرأة حق التصويت والترشيح، وكان هناك 4 نائبات في مجلس الأمة المصري سنة 57، السيدة راوية عطية، الراحلة راوية عطية، الراحلة أبو سين الطويل، وما أذكرش الاثنين التانيين. الآن في مصر لو دققت النظر في 20-30-40 سنة اللي فاتوا، عديد من المواقع الرئيسية في كافة المجالات من المرأة. كما أكد الفئي أن التنمية المستدامة تحتاج لثورة تشريعية، حيث دائما ما تدفع المرأة الثمن أمام النزاعات الإرهابية من خلال الشهداء والمصابين. من الإسكندرية، فلا ميخائيل، سي تي في. في النور الحقيقة تبان. ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول ما تم تداوله من تصريحات على لسان المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية فيدريكا موجريني ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي بشأن عقد قمة أوروبية عربية في مصر حول موضوعات الهجرة، أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للوزارة وزارة الخارجية المصرية أن انعقاد قمة عربية أوروبية في مصر أمر مقرر سلفا وفقا لقراري مجلس جامعة الدول العربية رقمي 147 و148 وقرار القمة العربية رقم 691 والصدر عن قمة البحر الميت في الأردن في مارس 2017. وأشار إلى أن القمة المقترحة ستتناول كافة قضايا التعاون العربي الأوروبي وليست قصيرة على موضوعات الهجرة كما ترد. ده معناه أنه هتبقى فرصة طبعا لمناقشة موضوعات الاستثمار المختلفة بين أوروبا والدول العربية وخصوصا مصر اللي هيعقد فيها القمة. مستشار النمسا كما أكدت وكالة أسوشيتد بريس أن مستشار النمسا سباستيان كورز بحث الاتحاد الأوروبي الذي يحثه هذا المستشار على الدخول في محادثات مع مصر للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون أوروبا قادمين من إفريقيا. وقال في تصريحات اليوم الخميس أن مصر أثبتت أنها قادرة على أن تكون فعالة في وقف المهاجرين لمغادرة سواحلها إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا. تتولى النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكان كورز ومعه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قد زار القاهرة هذا الأسبوع وأجريا محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال تاسك إنه لا يوجد مهاجرين يغادرون من مصر
في الوقت الراهن، وأضاف أن مصر مستعدة الآن لإمكانية تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في محادثات يجب أن يتم استغلال هذا. أوضح مصدر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن الكتلة الأوروبية تريد تعميق العلاقات مع مصر مع تراجع عدد الأشخاص الذين خرجوا على ظهر القوارب منها إلى أوروبا. طبعا ده كلام جميل وشهادات رائعة، ولكن لابد أن يعني يوازيها مزايا أقوى تمنح لمصر كدولة استطاعت أن تقطع دابر الهجرة غير الشرعية من سواحلها إلى أوروبا رغم ظروفها الأمنية، لأن مصر عشان تعمل كده صرفت فلوس كتيرة جدا، غير بقى الوقت والجهد والعرق والدم. إزاي؟ الإرهابيين اللي كانوا بيحثوا على الهجرة غير الشرعية عشان يفاوضوا هذه الدول ويقايضوها، وهي طريقة استخدمتها أوروبا بمنتهى السفور، قصدي تركيا بمنتهى السفور مع دول أوروبا المختلفة، وكانت بتساوم هاخد العدد ده وتدوني كام عشان أكلهم وعيشهم حرام وهوديهم فين. كمان الفكرة التانية، كيف صرفت مصر على تسليح جيشها عشان تواجه هذا الإرهاب؟ كيف استطاعت مصر أن تسلح جيشها بأدوات الإنذار المبكر والرصد القوي على أحدث تكنولوجيا في العالم عشان تأمن هذه السواحل وتمنع الهجرة غير الشرعية؟ كيف استطاعت مصر أن تقوم بعمليات ومشروعات تنموية تستوعب الكثير من شبابها علشان ما يبقاش قدامهم الحل الوحيد هو الموت في البحر بالهجرة غير الشرعية؟ أشياء كتيرة جدا بذلتها مصر وجهود كبيرة، وهنتكلم عن ده في الفقرة اللي قلت حضراتكم عليها مع دكتور ياسر، تستوجب من أوروبا أن هي تكافئ مصر على مستوى الموقف في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى المادي وعلى مستوى السياسي وعلى مستوى العسكري، لأنها استطاعت. نقارن بقى كده مع السواحل الليبية والسواحل اليمنية والسواحل العراقية، هنلاقي الدنيا ضايعة يعني، والسورية طبعا. طيب أقول لكم حاجة كمان عن خبر لطيف عن معرض أهلا مدارس، المعرض الذي واصل استقبال المواطنين لليوم الثاني بأرض المعارض بمنطقة مدينة نصر، ويتم طرح كافة مستلزمات المدارس والشنط المدرسية بأسعار مخفضة من 35% ل 50%، وفي إقبال كبير لتخفيف العبء على المواطنين. المعرض بيستقبل الجمهور من 10 ل 10 حتى يوم 25 سبتمبر الجاري. دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وعد بأنه إذا زاد الإقبال عن المتوقع على المعرض سيتم مده لفترة أخرى. دكتور مصلحي افتتح المعرض الأربع الساعة 5 مساء على مساحة تجاوز 7000 متر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وبحضور كافة الجهات المشاركة. المعرض بيستلزم وجود عدد كبير جدا من شركات القطاع الخاص والمستوردين. تم تخصيص جناح كامل لعرض منتجات السلع الأساسية الغذائية التي تستخدم خصيصا في عمل سندويتشات للطلبة في المدارس، زي المربى والحلاوة والجبنة والألبان واللحوم الطازجة المبردة، لتوفير السلع الغذائية لطلاب مراحل التعليم المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى. على فكرة في كل العالم بيحصل كده، في كل العالم الناس مهما كانت كبيرة أو غنية أو من أسر عريقة أو لها طبقة معينة، طالما هي محتاجة بتذهب إلى هذه المعارض بمنتهى الكرامة والشرف، بتاخد اللي هي عايزاه، بتختار على قد ميزانيتها، بتلاقي تخفيض حقيقي بيصل إلى 50%. لكن هو برضو المشكلة الصغيرة، بعد ما ذكرت شوية موضوع المعرض ده وسمعت عنه اللقاءات مع المتحدثين الرسميين باسم الوزارة، المشكلة اللي ما زالت بتواجهنا حتى يصدر قانون حماية المستهلك ويتم تطبيقه فعليا على الأرض، إن كل مكتبة، وده على لسان المتحدثين باسم المعرض والشركات مش أنا اللي جايبه من عندي، كل مكتبة تحدد ما تراه مناسبا من هامش الربح على حسب تكلفتها. بيقولوا إن إيجار المكتبة في التجمع أو مصر الجديدة أو الزمالك أو المعادي ما هواش نفس الإيجار في الأماكن العشوائية أو الأماكن الفقيرة، وبالتالي الإيجار ونوعية الموظفين ومرتباتهم وبقية التكاليف بتحملها المكتبة بشكل أو بآخر على السلعة الدراسية
فبتحدد هامش الربح اللي هي عايزاه، وتيجي بعد كده تقول لنا انا عامله لكم تخفيض 35 او 40 او 50%. انا عارف ان الوزاره مسؤوله عن تحديد باجهزتها تحديد اذا كان في خصم حقيقي ولا المكتبه غالت في تقدير ارباحها. ما ممكن تكون الحاجه ثمنها 5 جنيه والمكتبه قالت لك لا ده انا ببيعها ب 13 وهعملها لكم تخفيض ب 6 جنيه. فيبقى في الاخر ثمنها اكبر من الثمن الحقيقي. لكن احنا منتظرين هذه الخطوه، الخطوه دي هتفرق كتير. يعني تخيلوا مثلا شنط المدارس توصل ل 1500 جنيه. يعني مش ممكن، يعني الواحد بقى عايش في عصر عجيب. وبعدين فكره انه كتير من المدارس بتحدد المستلزمات الدراسيه بماركتها. وفي يعني اعلان عن انه فعلا بيحصل بعض المدارس بتتفق مع مستوردين معينين او متعهدين او اصحاب مكتبات ويقولوا لهم دي موجوده في المكتبه اللي ورا المدرسه بكذا وكذا وكذا. لا يعني مساله انه لازم قلم مش عارف ايه ماركته كذا استيراد كذا، فالمساله محتاجه اعاده نظر. لكن على العموم جهد موفق جدا وجهد طيب، بنشكر عليه وزاره التموين والتجاره الداخليه. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه استهل اجتماع الحكومه الاسبوعي بالاشاده بالافتتاحات الرئاسيه اللي تمت في قطاعي الصحه والتعليم. وجه الشكر للقوات المسلحه ووزارتي الصحه والتعليم، واكد ان هذين الملفين يحظيان باهميه قصوى من جانب القياده السياسيه حيث تضعهما الدوله على اجنده الاولويات في هذه المرحله. وزي ما قال السيد الرئيس في بداية الولاية الثانية انه اعادة بناء الانسان المصري وحنبدأ بالصحة والتعليم. واكد رئيس الوزراء على مضي الحكومة في برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، وايضا السعي الى رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، ومكلفا بتطبيق اجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة خصوصا في المنتجات التي لها مكون استيرادي، مشيرا إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقتصادية اللي بتتخذها في مقدمتها برنامج طروحات الشركات في البورصة اللي تم الإعلان عنه. ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية مع التشديد على ضرورة حصول الجهة المقدمة للمشروع على كل الموافقات الخاصة به قبل الإعلان عن المشروع للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع على ملف متكامل به كل الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع دون التعامل مع أي جهة. طبعا دي خطوة رائعة، بس أرجو إن هي ما تاخدش وقت طويل. يعني مثلا وزارة كذا عندها مشروع استثماري في كذا، طيب هتستنى لما المستثمر يجي ويقول لها أوكي أنا عايز استثمر في المشروع دوت، وبعدين تقول له طب خد بقى الموافقات؟ لا، احنا دلوقتي وافتكر الرئيس كان اتكلم عن ده قبل كده في مؤتمرات الشباب اكتر من مره، هنقدم المشروع او العرض او البروبوزل بتاعنا في كل الموافقات. حضرتك اهو عندك موافقه من وزاره كذا وزاره كذا وزاره كذا وهيئه كذا وهيئه كذا، معاك فلوسك حول يا بيه وابتدي في خطوات التنفيذ واسس شركتك. مركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال في ضوء ما تردد عن أنباء تفيد بتخطيط وزارة التربية والتعليم للاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة القادمة لتقليل العمالة وتوفير النفقات، المركز تواصل مع الوزارة اللي أوضحت أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأكدت أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة، وأن الوزارة تهتم حاليا بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدراتهم وأدائهم والمشاكل المادية الخاصة بزيادة دخولهم. وأشار إلى أن الهدف وراء ترويج هذه الشائعة وأحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة التعليمية. أوضحت الوزارة أن نظام التعليم الجديد لن يتم فيه الاستغناء عن أي معلم على رأس العمل، ولكن يتم الاستغناء عن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وتحفيظ الطلاب المعلومات بلا فهم. هدفنا تخريج طالب مبتكر مفكر مبدع، ولن يحدث هذا إلا عن طريق المعلم، وهو ما يدحض شائعة الاستغناء عنهم. وشدد على أن الاعتماد على التابلت
والتكنولوجي في التعليم لن يتم إلا من خلال المعلم الذي سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت للطلبة. خدوا بالكم بقى موضوع النظام الجديد ده، يعني برضو بصيت شوية كده وسمعت شوية فيه، لقيت انه هيعملوا حاجة لطيفة جدا اسمها، او عملوها بالفعل، اسمها دليل المعلم. يعني تلاقي الكتاب الدراسي بتاع الطفل قد كده ودليل المعلم قد كده، 600 صفحة، وبيفكروا، وده على لسان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قريب، يعني ان هم يعملوا حاجة اسمها دليل ولي الامر، عشان ولي الامر كمان يفهم ايه الطريقة الجديدة وايه النظام الجديد، وهو يساعد ازاي يدردش مع ابنه في ابتكاره، في ثقافته، في الخبرات التي اضيفت لحياته. تعرفين المسألة دي مسألة مهمة قوي. تعرفين لما تيجي مرة تقول لابنك طب احنا دلوقتي عايزين ننشر الغسيل نعمل ايه، فيقول لك يا بابا اول حاجة ناخد بالنا ان السور بتاعنا عالي، تاني حاجة لما نطلع لبرة ما نرميش جسمنا كله عشان ما نقعش من فوق، تالت حاجة يكون الغسيل جاهز ومفروض، وفاضل بس ان احنا ماسكينه من الحتة اللي هنتنيها فوق الحبل ونحط المشبكين. خبرة عمر ما كان حد بيدرسها لنا، لكن الخبرة دي لو بقت موجودة في حياة طفلك تأكد ان هو اتعلم صح. احسن بقى ما يقولك تعتمد عملية نشر الغسيل على غسل الغسيل بالغسالة الفول الاوتوماتيك اللي ماركتها مش عارف ايه، والتي نشأت سنة كام وعملت ايه وتطور الغسيل الى ايه، حفظ 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 حفظ، ومفيش تراكم لخبرات عملية حقيقية. ربما بقى بالطريقة الجديدة الجميلة دي نلاقي أولادنا بيفكروا، يقولك بابا أنا بفكر في فكرة إن أنا أعمل حاجة بالكهرباء بحيث لما نيجي ننشر الغسيل الحبل نفسه المحطوط يترفع بذراع كهرباء ويبقى قدام الست وهي بتنشر، أو الراجل، مش عيب إن الراجل يساعد في حاجة زي كده، ويترفع ويبقى واقف ويقدر ينشر الغسيل من غير ما ينزل ويميل ويبقى فيه إمكانية إن هو يقع. هكذا يكون أطفالنا مبتكرين ومثقفين وأيضا مبدعين، وهو ما يحتويه النظام الجديد. أروح لخبر تاني عن سفير أوكرانيا بالقاهرة هينادي لاتي، الذي صرح بأن بلاده تعتبر مصر رمانة الميزان في تثبيت دعائم السلام والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط، وأشاد بالعلاقات القوية في مختلف المجالات خصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا التضامن الكامل مع الحكومة المصرية في إجراءاتها الحازمة ضد التطرف والإرهاب، سعيا لاقتلاع هذا الشر الذي يهدد النظام العالمي. جاء هذا في كلمة السيد السفير التي ألقاها أمس في الاحتفال بمناسبة العيد القومي لأوكرانيا بحضور دكتور علي مصلحي وزير التموين وعدد من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر. أشاد السفير الأوكراني بمناخ الحرية الدينية والتسامح في مصر وتعزيز الحوار بين الأديان، تمسك مصر بمبادئ المواطنة والتعددية وقبول الآخر، تجديد الخطاب الديني والثقافي، وشدد على أهمية العمل على تقوية وتطوير العلاقات بين البلدين والتي لها تاريخ طويل وناجح. وأكد هينادي لاتي أن الحوار السياسي بين مصر وأوكرانيا أحرز تقدما ملحوظا هذا العام، وأشار إلى أن وزير خارجية أوكرانيا كان قد قام بزيارة القاهرة في إبريل الماضي، والتقى خلالها رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والتجارة والسياحة رئيس البرلمان، وقال إن ذلك يدل على اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وأشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي أكبر مستورد في العالم للقمح والذرة الأوكراني، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 2 مليار دولار. طبعا عظيم جدا، ولكن حين تأتي كلمة الميزان التجاري نقول طابب لصالح مين؟ احنا اكتر شريك لأوكرانيا. طيب احنا بنستورد قمح وبنستورد ذرة وبندفع بندفع بندفع، هل بنورد عشان يتعدل الميزان؟ هو ده بقى السؤال الكبير اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طبعا خدوا بالكم السياسة في العقود الماضية كانت تهمل مثل هذه الدول، يقول لك ايه اوكرانيا يعني، احنا عندنا علاقات مع روسيا. شفتوا بقى اوكرانيا دوخت الدنيا وعملت مشكلة كبيرة بين القوتين العظمتين في العالم، روسيا وامريكا، قصة القرم دي. فطبعا واستطاعت روسيا ان تنتصر
لكن عايز أقول الاهتمام بالعلاقات مع كل الدول وكل دولة متميزة في إيه تجاريا وسياسيا واقتصاديا، ده موضوع مهم جدا بالنسبة لنا. ما زالت وزارة الداخلية وإدارات المرور تهيب بمالكي وقائدي سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان الالتزام بتوقيتات الحظر المقرر، وقالت ان احنا بنؤكد ان اجهزة الوزارة هتتخذ اجراءات قانونية تجاه المخالفين في نطاق مديريات الامن التابعة لها المناطق المحددة من الدائري، فيما يشهد الطريق الدائري الاقليمي تواجد امني ومروري مكثف على مدار اليوم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري اللي هو خاص بالقاهرة الكبرى. عززت الإدارة العامة للمرور تواجد سيارات الإغاثة وعمليات تأمين الطريق ومراقبة القطاعات والمطالع الخاصة بالطريق الدائري للقاهرة الكبرى، والحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، والتنسيق مع مختلف مديريات الأمن ونشر الأقوال الأمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق. كل ما نتمناه أن تستمر هذه الدوريات الاستثنائية في الوجود على الطريق الدائري لتحقيق أمن المواطن في أجزاء كبيرة من الطريق الدائري، مش متغطية كهرباء، مش آمنة، مطالع من مناطق موحشة، فلابد من استمرار هذا التواجد الأمني. عندي خبر كويس كمان يخص محافظ القاهرة اللي هو خالد عبد العال المحافظ الجديد للقاهرة، وربنا يعينه لأنه طبعا العاصمة ومشاكلها المزمنة وتجميلها الدائم ومحاولة خلق صورة عن مصر، لأن كتير من السائحين بيجوا على العاصمة. فبيؤكد اللي هو خالد عبد العال محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع الاتحاد الإقليمي للجامعات الأهلية لتوفير 250 ألف شنطة مدرسية لتوزيعها على الطلاب غير القادرين خصوصا بالمناطق العشوائية والأحياء الشعبية، على أن يتم توزيعها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي قبل بداية العام الدراسي أو خلال الأسبوع الأول بالكتير. وقال أنه بداية المبادرة بحي شرق مدينة نصر منطقة عزبة الهجانة والحي العاشر تم تسليم 10,000 شنطة بمعرفة رئيس الحي حي شرق مدينة نصر وممثلي اتحاد الجمعيات الأهلية ومديرين التضامن وعدد من الجمعيات الأهلية، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتولى الاتحاد من خلال عدد من جمعياته تحمل المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ويتم سداد قيمة المصروفات في سرية تامة حفاظا على مشاعر الطلاب المعنيين. حقيقة حاجة جميلة جدا، لأن 250,000 شنطة ده رقم كبير بالمقارنة لعدد طلاب المدارس الابتدائية، ولما يوزع فقط على المناطق المحتاجة والأكثر احتياجا هيعمل فرق كبير. وياريت أتمنى معلش يعني نجري شوية ونوصل الليل بالنهار عشان أول يوم دراسي يكون الطفل رايح ومعاه شنطة جديدة وفرحان، ما يتقلوش خلاص احنا اتفقنا على ان الجمعية دي هتجيب لنا الشنطة فخد سندوتشاتك وكتبك في كيس او في الشنطة بتاعت السنة اللي فاتت اذا كانت متقطعة. وانا كمان بنادي اولياء الامور والاطفال الصغيرين ان هم ممكن يفرحوا بالشنطة القديمة لو هي مازالت قديمة، وكذلك الجزمة اللي بيروح بيها المدرسة ممكن هدية صغيرة مع صرف بسيط على الجزمة والشنطة والمريالة إذا كانت أو اللبس المدرسي لتوضبهم ويتغسلوا كده ويتكووا بالنسبة للمصنوعات الجلدية يتلمعوا كويس إذا كان فيهم حاجة تتخيط، بحيث أنه فعلا الطفل يحس أنه في حاجة جديدة ومع هدية بسيطة كده بمناسبة العام الدراسي يشعر قد إيه هو مقدر وقد إيه محبوب. طيب عندي خبر مهم أختم بيه، وهو إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بضمان 100,000 جنيه لكل منهما ومعهم 3 تانيين في قضية التلاعب بالبورصة، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد لطفي الفقي محمد مصطفى الفقي قبول تظلم علاء وجمال وحسن هيكل وسبعة على أمر حبسهم في قضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي 100,000 جنيه لكل منهم
مع تحديد جلسة 20 نوفمبر للنظر في القضية. حضر عدد من المتهمين وحضر عنهم المحامي الشهير فريد الديب، محامي جمال وعلاء مبارك، والمستشار طاهر الخولي محامي المتهم الخامس، ودكتور محمود كبيش ودكتور محمد بهاء أبو شقة محامي المتهم حسن هيكل، ودكتور أسامة حسنين عبيد. قررت اليوم الدائرة 26 مدني بدار القضاء العالي قبول الطلب المقدم من دفاعهم برد هيئة محكمة قضية التلاعب في البورصة وإعادة القضية أمام دائرة أخرى. المحكمة كانت قد أمرت بالتحفظ على علاء وجمال مبارك، طبعا أولاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وغيرهم من المتهمين، حسن هيكل ابن الكاتب محمد حسنين هيكل واثنين آخرين هم أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة القضية لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية. وقررت إرسال تقرير الخبراء الاستكمال، وتم تأجيل المحاكمة لعشرين أكتوبر بتاعة الخبير دي لاستكمال نظر القضية. طبعا يعني تكلمنا كتير بقى عن قصة يعني انه المحامين الكبار قوي اللي بيترفعوا عن الناس ديت، واللي بيأكد رقم أتعبهم الفلكي ان هم معاهم فلوس كتير قوي. يعني انا لو بايدي الامر لا اؤكد ان ده من دلائل الادانة، يعني زي اللي بيتمسكوا من الاخوان ما بيجيبوا هيئة دفاع عن المتهم وتلاقي المتهم حتة عيل علشان بس لمجرد ان هو منتمي للاخوان. بشكركم، فاصل قصير، شرفنا ضيفنا الاول في النور لهذا اليوم، خليكم معنا.